لكن اسمحوا لي أولا أستقبل مع حضراتكم العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات. أهلا بيك سيد العقيد، منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. يعني على مدار 10 سنين الماضية لم يكن سهلا أن تواجه إرهاب استطاع بخباثة ومكر ولؤمة أن يوجد له موضع قدم ويكون لي طموحات كبيرة كمان في فصل سيناء عن بقية أرضها، أرض مصر المقدسة، وتكون ولاية لسيناء والتنظيم داعش الإرهابي. في وجهة نظر حضرتك كيف استطعنا تحقيق هذا الإنجاز الكبير؟ اولا اتحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين، ويعني بخالص التهاني للشعب المصري في ذكرى تحرير سيناء العظيمة، البقعة المباركة من أرض مصر أو البوابة الاستراتيجية الهامة للدولة المصرية عبر آلاف السنين. ما حدث في مصر خلال 10 سنوات بالتحديد، المواجهة مع الإرهاب أو مواجهة العمليات الإرهابية أو مواجهة الحرب على الإرهاب، هي تجربة تعتبر متفردة، لم يسبق لأي دولة في العالم أن خاضت مثل هذه الحرب بهذه الكفاءة. الأمر أو الإعداد أو الاستعداد للحرب على الإرهاب كانت منذ أن استغلت قوى الغربية أحداث 25 وتبعها 28/2011 بتجهيز مسرح العمليات اللوجستيكي في منطقة شمال سيناء بالتحديد رفح الشيخ زويد العريش، وتخزين أسلحة ومعدات ومفرقعات وأجهزة متقدمة سعياً منها ل أو استعدادا منها لمواجهة الجيش المصري أو مواجهة الدولة المصرية حالة إذا الأمور روحت مكانها. وبالتحديد إذا كنا جميعا نتذكر ما قام به السيد وزير الدفاع في هذا التوقيت، السيد رئيس الجمهورية السيد المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في هذا التوقيت، بأنه أعلن أن مصر مستعدة لمواجهة الإرهاب أو مواجهة من يحاول العبث بالأمن القومي المصري، بعد أن اتضحت الصورة تماما والهدف الخفي من وراء أحداث 28 يناير وهو محاولة الإجهاز على الدولة، أو بالتحديد محاولة استقطاع جزء من الدولة وهو رفع الشيخ زويد العريش وإعلانها دولة للمتمردين مثلما كان يتردد في هذا التوقيت. ثم بعد ذلك هذه الدولة المزعومة التي كانت ستستقطع منها جزء من الأرض كانت ستحظى بتغطية وسائل إعلام أجنبية وإدخال الدولة في نفق أشبه بسوريا والعراق واليمن وليبيا وكل والسودان وكل ما دار من أحداث حول الدولة المصرية. لابد أن نتذكر جميعا أن المواجهة مع الإرهاب بدأت عام 2013 وتعرضت فيها الدولة المصرية لعدد 306 عملية إرهابية، ثم في عام 2014 بدأت في التناقص مع الاستعداد وصلت ل 222 عملية، ثم 2015 210، ثم في المواجهة الشاملة أو بداية الحرب على الإرهاب العملية الشاملة 2018 تقلص العدد لثمان عمليات إرهابية، إلى انتهى الأمر في عام 2023 بصفر عمليات إرهابية، لتعلن مصر الدولة الأولى في العالم نجاحها في سحق ظاهرة الإرهاب الدولي، بعد أن تم تجهيز وتجيش تنظيمات وجماعات إرهابية متطرفة من كافة جنسيات العالم وتسللهم إلى الدولة المصرية عبر الأنفاق لتستوطن في مثلث رفح الشيخ زويد العريش، ثم تكمل ما بدأت فيه من محاولة الإجهاز على الدولة المصرية. هذا من الناحية العسكرية، ولكن في نفس التوقيت وهنا هنا فكرة الإعجاز المصري في التخطيط والتنفيذ، أن لم تكن المواجهة عسكرية فقط، ولكن كانت مواجهة عسكرية يسبقها أو بالتزامن معها مواجهة أمنية خاصة بأجهزة الأمن القومي، أجهزة المخابرات العامة، جهاز الأمن الوطني العظيم، المخابرات الحربية، كل هذه الأجهزة تضافرت الجهود فيما بينها وبين بعضها في الدفع أو المد المعلوماتي حتى تكون هنالك معلومة دقيقة وموقوتة وصحيحة يمكن بها القضاء على الفكر الإرهابي أو جسور الإرهاب الممتدة أو التي كانت تحاول أن نيل من الأمن القومي المصري. في التزامن مع معركة أخرى هي تجفيف منابع الإرهاب وتمويله عبر الشركات المشبوهة وعبر حسابات بنكية لم يتم رصدها بدقة، ومنع تدفق هذه الأموال لتغذية أو
دعم هذه التنظيمات الإرهابية. في نفس التوقيت أكرر في نفس التوقيت خاضت مصر معركة التنمية لربط شرق القناة بغرب القناة. كانت في الأمور من القبل نفق الشهيد أحمد حمدي هو النفق الوحيد الذي يسمح بالمرور من شرق القناة لغربها، ثم كوبري السلام الذي كان دائما ما لا يوقف العمل عليه، وهو ما عطل جسور التنمية لوسط وشمال سيناء التي ظلت سنوات وسنوات مهملة لم يذكر فيها أي نوع من أنواع التعمير، مما دفع التنظيمات الإرهابية لاتخاذ هذا الظهير الصحراوي مرتع ومأوى لهم للإجهاز على الدولة المصرية. كل هذه الأمور في توقيت واحد كانت إعجاز للتجربة المصرية. أن نقف الآن أمام العديد والعديد من المشاريع، العديد والعديد من الاستثمارات، يكفي أن حجم التمويلات كانت 56.8 ألف مشروع، وفرت نحو حوالي 97 ألف فرصة عمل، توفير تمويلات ل 5750 مشروعا ضمنت مشروعات وفرت نحو 34 ألف فرصة عمل أخرى. كل هذه الإنجازات المصرية سواء كانت إنجازات عسكرية أو إنجازات أمنية أو إنجازات اقتصادية تنموية، ومد جسور بإنشاء 4 أنفاق حتى تصل شرق القناة بغرب القناة، في إصرار وعزم من الدولة المصرية على تعمير وسط وشمال سيناء حتى تكون ظهير مدني قوي يصمد أمام من يفكر في الإجهاز على الدولة المصرية أو استغلال بعد هذه المناطق أو عدم وجود تعمير فيها أو إهمالها لسنوات طويلة. كل هذه الأمور وما زال ده كمان بيمثل أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية اللي احنا بنشوفها، وما زالت الأطماع قائمة، وربما يكون أفضل وسيلة لدفع هذه الأطماع هو مزيد من التحرير المتجدد المتمثل في البناء ثم البناء ثم البناء، وكمان يكون في ملحمة من البشر كمان والحجر في سيناء. بالتأكيد هو يعني دعني المواطن أعتقد أنه كان يتابع ما حدث خلال السنوات خلال 10 سنوات. لا يمكن لدولة أن تتعرض لهذا الكم من المؤامرات الخارجية والداخلية ومحاولة تقليب الرأي العام ومحاولة استهداف الرأي العام واستغلال الظروف الاقتصادية واستغلال كل ما هو محيط بالدولة المصرية. يعني لكل ذي عاقل أو لكل من له نظر يرى البقعة المصرية سواء بحدودها شرقا هنالك نيران مشتعلة، جنوبا نيران مشتعلة، غربا نيران مشتعلة، في كل الأماكن نجد الآن أن النيران تحاصر مصر من كافة الاتجاهات، وما زالت الدولة المصرية تقف على قدميها تسير بخطى ثابتة رغم كافة الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها الشعب المصري والتي هي جزء من السياسة الاقتصادية العالمية لمحاولة تشكيل وتغيير الشرق الأوسط بما عرف باسم الشرق الأوسط الجديد. أعتقد أن جميعنا نشاهد ما يتم وما يحدث هي محاولة كانت محاولات لتركيع الدولة المصرية اعتبارا من 28 يناير 2011 مرورا بالحرب على الإرهاب، ولكن لابد أن نذكر اليوم دماء شهدائنا الأبطال من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لهذا الوطن حتى نحيا مرفوعي الرأس، ونستمر في تحديات الزمن وتحديات ما قد نشاهده من مخاطر تحيط بالدولة المصرية. كل ما أود أن أقوله في هذا المشهد هو خالص تحية مرة أخرى لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بدمائهم فداء للدولة المصرية وإعلاء للحق وكلمة الحق. وكل ما أطلب به هو توحد الشعب المصري على قلب رجل واحد حتى نستطيع أن نعبر هذه السنوات أو هذه الظروف العصيبة التي تحيط بنا. وأعتقد أن بدأنا في جمهورية جديدة وأمال وآفاق جديدة بإذن الله ستكون أفضل في المستقبل القريب. أنا بشكرك شكرا جزيلا العقيد حاتم صابر.